أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. عندما تنظر إلى المكتب التنفيذي الآسيوي حاليا، يعني القرارات المؤثرة على مستوى الاتحاد الآسيوي، لا تجد شخص يمثل العراق عضو في الاتحاد. هذا الأمر شيء يؤدي إلى أنه لا تتوقع في يوم من الأيام أنه حكم مباراة ينصفك. سوف يتعاملون معك بشدة، بينما يتعاملون مع الفرق المنافسة بأريحية. لماذا؟ لا يوجد لك صوت يدافع عنك. كان المفروض يعني من الكادر التدريبي والاخ العزيز كابتن رابي شنس ان يزج باللاعبين اللاعب المنتخب، لخص مباراه يعني الاولى هي تعتبر يعني لازم تحصل على 3 نقاط حتى تثبت نفسك وتروح على المرحله الثانيه. اكيد المنتخب العراقي الاولمبي راح يظهر بصوره مغايره عن المباراة الأولى، يعني الأهم يعني ما نخسره بعد، هو استعادة ثقة الجماهير العراقية به وتحقيق إحدى بطاقات التأهل. لعب المدرب بحالة تكتيكية أفضل منتخب العراقي، وقدر أن يتفوق بحالة تكتيكية على المنتخب العراقي.